طيب دكتور، احنا بنتكلم في استراتيجية متكاملة. الاستراتيجية دي وضعتها الدولة وكانت يعني بتسرع من خطوات التنفيذ فيها تفاديا وتلاشيا للأضرار التي قد تنجم عن وجود العشوائيات والمناطق شديدة الخطورة. وبالفعل نجحت الدولة مش بس في بناء هذه المناطق، لكن كمان قدرت ان هي تبني مدن جديدة، مدن بتضاهي مدن الجيل الرابع، تحديدا مدن ذكية. أهمية امتلاك مصر لهذه المدن، المدن الجيل الرابع وهي المدن الذكية، هي نقلة حضارية أخرى. بمعنى إحنا لما نبص لتاريخ المدن الجديدة في مصر، المدن الجديدة بدأت سنة 81. صحيح. الجيل الأول كان 6 أكتوبر، 10 رمضان، كل هذه المدن كانت بداية في الخطوات. كان بيتم إنشاء مساكن وعمل ترفيه، وبعد كده بنوصل طرق في خطوات. لكن النهاردة احنا عدينا مرحلة الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث، احنا النهاردة بنتكلم في الجيل الرابع. صحيح. اللي هي مدن الجيل الرابع أكيد هتبقى آخر ما وصل إليه العلم سواء في مصر أو في خارج مصر، وبالتالي استخدام جميع الوسائل والتقنيات الحديثة، طاقة متجددة، عمارة خضراء، نصيب وافي لكل مواطن في الأماكن الخضراء، لأن دي بتعتبر رئة. أنا النهاردة كان الأول نصيب المواطن لا يتعدى نص متر في كل مدينة، النهاردة المناطق الخضراء لا تقل عن من 4 ل6 متر لكل مواطن. ده بيمثل رئة. طب الدولة النهاردة لما بيبقى فيه جيل رابع و الحفاظ على صحة المواطن، لما بخلق في مناطق خضراء متنفس، مش بس كمان في متنفس صحية. جزئية تانية ان هو لما تبقى صحة المواطن كويسة يبقى تقليل الصرف على بند الصحة، ما هي كلها متكاملة. لما يبقى في تدهور في الصحة يبقى في صرف على الصحة اكتر. لا، مدن الجيل الرابع فرص عمل اكتر، مراعاة لآدمية البني آدم، تهوية طبيعية أكتر، إضاءة، أيضا توفير الطاقة. أنا النهاردة ما بعتمدش على المواد اللي هي الوقود عشان أعمل كهرباء، النهاردة الطاقة الشمسية. أيوة. الطاقة الشمسية متواكبة مع البيئة، مفيش مشاكل. أيوة.